همام طلعنا النسخة الثانية من العقد لأسماء كل الذين وقعوا على هذا العقد، كل الأسماء هاي اللي أمامكم. يعني أنا ما أعرف ليش يصير بشابنا هيك، ولكم هاي أطفالكم، ولكم هاي أبناءكم، ولكم دول يردون يتعلمون، ولكم دول عماد المستقبل. الله جابكم انتقام على هذا البلد حتى تدمرون حتى الطفولة البريئة. أنا مو دي يقتني فلان وفلان، رجالي أنا مو دي يقتني فلان وفلان على مود تصير عندكم فلوس، وتصير عندكم فلل، وتصير عندكم قصور، وتصير عندكم عاهرات، تبوقون اطفال العراق. والله لحوبة اطفال العراق، والله على ابوهم يا ابو حتى الفلل مالتهم، انا على ابوهم يا ابو حتى الفلل مالتهم يا ابو كل فاسد مو شريف. والله العظيم، والله العظيم اذا ما استمرينا بهذه الحملة وقريبا سوف افتح ملفات في غاية الخطورة، زين في غاية الخطورة، ومن يرتشي ومن يبتز ومن يشتغل ملفات فساد ضد وطن أو من أجل فاسد، والله العظيم عليه أن يراجع شرفه كثيرا. احنا ديانا نضاف ويتذكر المؤمن إليه ازقد تليفونات صارت وازقد عروض صارت، لا أنت ولا فلوسك ولا رئيسك ولا الدولة الوراك ولا اليوقف بظهرك ولا الدنيا كلها، اشتريكم بزبانه، بزبانه ما اشتريكم، لانه المو شريف مو شريف. قول حسن. استاذ نجم، استاذ نجم، احنا لو رجعنا على موضوع مطبعه النهرين، يعني من 4 ملايين الى 20 مليون والى 40 مليون، راح اخذ بد مثل بسيط يجوز انت على علم بي يعني، بس انا اذا اوضحه للمشاهدين، يعني نقابه الصحفيين بنت بنايه من 4 طوابق وعلى نهر دجله، ايش قد كلف هذا البناء؟ ايش قد كلف هذا البناء؟ وايش قد جو وزراء ومسؤولين كانوا يتوقعون انه هاي في 10 اضعاف هذا المبلغ اللي بنينا به؟ هذا المبلغ بنينا به 750 الف دولار. ابو هاني 750 الف دولار، مو مليون دولار، مو مليون دولار استاذ نجم. انا بس اللي بنينا، اللي بنينا مطبعه ب 20 مليون. ابو هاني 20 مليون. ابو هاني اسمح لي. همام نعم، اعطيني الوثيقه رقم 3 حتى تشوف تقرير ديوان الرقابه الماليه، هو اللي يقول الوفاق تاخذ 95%. انزل لي زوم ان على هذا الازرق اذا تقدرون، هذا تقرير ديوان الرقابة المالية اللي يقول الشركة تاخذ 95 والتربية اللي تمثل الدولة تاخذ 5%. لو كان هنالك الآن اكو قانون، اكو نظام، الآن رجالي الآن قبل ما يطلع الصبح الوزير والمدير العام والمفتش العام وصاحب الشركة ومن وقع العقد بالسجن، بالسجن. اذا اكو قانون، إذا أكو مظلومية، أنتم ما عندكم طلاب مثلنا، إحنا ناس فقراء، إحنا ما نبوق، إحنا ما نرتشي، إحنا يدينا نضاف. الصبح ما يصبح الصبح، ما يصبح الصبح على هذا، هو والوراء، لأن هاي الكلاب سايبة تنهش بلحم العراقيين، وكل واحد لقده هاي الكبرى وراسه هاي الكبرى من المال الحلال، بلحم العراقيين ودم العراقيين. يا جبناء، يا أشرار، يا سراق، ولك قبل من يقولون الواحد حرامي ما يضل بالمنطقة، والفاسد ما يكتب بديوان وما يطون مرة، والكم صرتوا زلم بفلوس العراقيين. سيد فايق زيدان، أنا أعرفك، أنت رجل او درسنا سوا او رضعنا سوا او تتذكر من كنا طلاب. هاي وثائق سيد فايق زيدان، اطفال العراق مشردين، اطفال العراق يقعدوا بالقاع. تقبلوا تحياتي.